زنبور أماني عندك. عملها بس كويس ان انت قلت. انا عملتها لعلي. انا واضح من ده واضح ان انا اغبية. واضح ان احنا اغبية. والله. تقولي؟ واضح ان احنا اغبية. مش كله يعني؟ لا كلنا. وبعدين انا كمان قاعدة وقت مش هدور بس هفكر. ولا حاجة. بس في كاس من النهارده واحتج بكل الاحتجاجات سراج الجمهور يرجع عشان ياخذ الجوائز والحين زو دخل في الصوره هذا ظلم انا صاروا اربع جوائز وباش ياخذ التابلوهات كلها ظلم دلوقتي خمس جوائز انا اثنين زاهد اثنين وحنا ناخذ اغنيه بزق لزق ابو دقيقتين وانت ماشي تحس بحكولهم يم الهدايا لزق على الهاي انت نفسك في ايه هيجي لك؟ انا نفسي تعرف مش الجائزة؟ بيانو اللي تحت اللي شفنا انا اياه اليوم هتشوف ازاي هياخذها معي تونس انا برايي كل الجوائز جيبوها برا لعندي على الشام ما في مواقف غير انا انا برضه كلهم حطوها عندي بعدها تشو تاخذوها على مهم وبيت باش يعتبر بيتي يعني عندي محل عشان كده اخذها واروح مين يوافقني على فكره انه لازم يكتبوا ابحث يا فلان ويحطوا اسم الشخص اللي على اساس كله ياخذ جوائز بالذات والله او انه ابحث كل واحد معكم دقيقه لا ولا شخص. يا عزيز مثلا قد يكون مدري ايش في المدري ايش في الليل فاين سوف مدري ايش مثلا ويحلها عبد العزيز ويفوز ما حلها عبد العزيز معه خمس دقائق يتغير الاسم يعني شغل مخك يا مخ الضمير يا صوت الارض شو اسمه؟ فكرة حلوة تعلمت راح صوت العرب لا فكرة فشلة يعني مثلا يحط شوية فلسفة على الأقل هتطور أنت لوحدك كل شيء احنا بنعمل مجهود يا اسمع معك خمس دقائق لقيتها ما لقيتها يتغير الاسم دايركت بالضبط خلاص يعني ما نصيبي لا 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 يبغى لها مخ واحد حق مسابقات يعني يبغى لها عندما تتكلم عن المسابقات فانت تتكلم عن عبد العزيز مظبوط لا كثير مبيخين كثير ما هو باين هو باين بس المسابقات بتاعت بصراحه باين خمس مرات حكيتنا انا وسراج ناظم هذاك اليوم بلياردو ومدري ايش احسن منها كل مره بفتش فيها صح صح كل شيء جديد مالك حي انا خطر لي حلوه الجلسه مع بعض خطر لي العاشق والمعشوق يكون محطوط بالقفص عنده شوف شوف ها صار مشلول فكريا فكر بالعصافير لا لا انه قاعدين مع بعض لا بس انا فكرت فوق وهو فكر تحت نزل البسين خطر الاعلام حلوه جلستهم مع بعض شوف ها ادخل عيني شليت شو عرفت شلون بتفكر ابعد انا حاجه لما جبت فيديو وجيت فاضي بفكر ابعد بفكر ابعد ليش شو ما هم يعني بفكرونا هون انا مين يا باشا بس لما زدت على المسبح صراحه ما شفت انا مين يا باشا تفكرنا حتى ما اخذت جودي هي لوز هيز ماي اي نو انا ما كنت لما تفكر بالطريقه دي على طول هتخسر ميرسي طب ازو tell me baby how are you now I'm fine because you ask but before maybe 5 minutes I'm not good yeah مع بعض not good وانت رايح جاي زي القرد عشان تلاقي ال you out my life ليه تغلطي؟ ليه بتقولي قرد؟ يا ريت المرة الجاية دور ما يدور زاهر ما قلت لك يا ريت انت وزاهر انا وزاهر اديك في داهيه سم تايمز ما ينفعش اي حد ممكن يبوس بس مش اي حد ممكن يقرا كرامه الاخرين From today you out my life. No, no, yes, please, yes, no. yes. Please no. اديتك فرصة فرصتين ثلاثة بس كده ما قدرت. أنت كده كده كمان عشان تعبان مش هتقدر تعيش من خيري. ايه انت شبه الغداية؟ يعني الغداية اللي حطوها في ايد المريض دي المعلقة اللي صورونا فيها انا كده ليه؟ لحظة على فكرة اللي صورونا فيها وعلى بالهم مريضين وش نومينيه؟ لما تبقى نومينيه هيحطوا ده ما حطوها انت بقيت نومينيه لسه؟ خلاص يعني لما بتريح لا ما عاد في تفوت على يعني مفكرين انه يعني اساس يفكروا بطريقه بعيده المدى لا لسه بتروح الانترفيو لا ايوه بس هما قبل كده لانه من الناس كانوا بيعملوا لاني حاسس نفسي قاعد دلوقتي يا
يعني انا ضحكت قوي لما كانوا بيعملوه they did it like 3 4 times عشان ما تشوفش لا تطلع شو فريم كاميرا وراك اخر همه غطيها بكت فاين يا شيخ قسم بالله جزي زون تخيل تبقى جايزة ساجات تخيل تطلع الجائزة أنت زين مال بورو الترا لايت مش الساجات دي آلة غطونكم عشان عندي في البيت رحت أول مرة في حياتي رحت هاني خليلي رمضان ده جبت تربوش يا ما أكذبك جبت إيه؟ تربوش يا ما أكذبك باش يصرح تصريح بأن الجائزة إذا لم تناسبه سوف يعطيها أي أحد وبعدين مامتي قالت لي الحاجات كده وإذا ما كانت تناسب أي أحد سوف يكسرها إنه تصريح جيد من باش بس الحاجات اللي صحابي جابهولي عشان صحابي يوم اللي مشيت فيه جابولي أنت لو بتناسبك حتخليها لإلك فقالت لي عشان تركبها ليش يعني نسيت طبعا هذه من شر طالعة ما تعرف تضحي أو تربوش لا في البيت في تربوش أوكي أنا عندي تربوش البيت أول مرة رحت خانة خليلي بنتي أزيلة تعرفي أن زيت تكلم معايا كده مش أنت أوت ماي لايف تبيضش شو يعني ما بتأشر أصلا يعني أنا بروح من المي من المي وهيك يعني لما بيجي عليها مي كتير كنت على أنا بحب أضحك خليك بس مش بس هذه صار لها ساعة مو عارف تتكلم معايا تقول لي أنت مثل القرد بتنطنط انا قرد وعرفت شو رحت لوين رحت؟ رحت شفت السعدان والسعدان طلع انه وياك وحالين بعض شوف ليه شو نحرك بس يعني اول شيء ورحت عند الدباديب تبع لارا شفتهم يعني والله فكر السعدانات والسعدين انت رابطيهم كذا للسعدين؟ لا المنكي الكبير والصغير انت رابطيهم كذا لا اسمع 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 هم كذا مربوطين؟ اسمع افتكر وفي صورة لتانيا مع رفيقتها مخدة هي ورفيقتها فكمان فتشت بمخدة اسمع اسمع أول شيء ما راح يحطوا شيء في غرفة بنات أو شباب هون راح يكون ما اي أكيد بس كان في تحت ذاك لأنه يعني البنات مثلا في أغلبهم مثلا ما يدخلوا غرفة الشباب في أغلب الشباب بتعرف خطر لي كمان هذاك أنا وميشيل كنا قاعدين بالحمام تعرف وقاعد على يمين على يسار تعرف إنه شو هالقعدة الحلوة أنا وياك قاعدين تعرف إنه خطر لي أقول لك ليه ما تاكل تبن وتنطم حالي حمام الشباب يعني هذول بيدخلون حمام ديالة هاي نوجها مغسول بمرق تفوت أي مكان ما عندها مشكلة بس مثلا زي شو اسمها هذه سادة بجاي قاعدة جنبك بعد بجاي بدي صفة ما بصير بدي أعرف سامعين منك إيش؟ أنا ما أكتب سامعين يا رابطة ديالة من وين كلهم البنت هذه إنسانها بذيء ومتبري منها I don't know it comes and it goes and it's like لسانها متبري منها okay, تعرفون السبب لأن أصابعها طويلة لا ثلاث أيام بس أنا عادة ولا تتصل بأي صلة من الأنوثة like I'm used to having pain usually in my stomach sometimes okay. in my head barely ما أنت كلام عم تجوعي؟ no not at all بقول لك عادة yeah no it's because of something else my whole life since I was a baby I've colics in my stomach وهي لا تمس للبنات بأي صلة إنها مجرد شاب لا يطلع له شنب أنتي ما بيطلع له شنب كل يوم الصبح تحلق بس أو إنه يطلع لها شنب وتحلقه بس صفصور الخدمة بس بستاهل يعني بستاهل بس أنا قويت عليها العيار شوية حد you guys بصوا على المايك محمد عفوا انا بس ما ابغى اغير سحبتيها اكيد ما تخليني اكمل لا كان يبغى يعطيك صاروخ سكود يمشي 2000 يلا اوكي يلا بسيط يلا هو كان يسالني يقول احوال الطقس في الكوكب بتاعكم عند ذوي ذا 12 فينجرز ايه يلا وانسى الطقس احوال الطقس في الكوكب بتاع الرجلين الكبيره بقت رجلها 39 مش تحس فيه بقت نمرتين وتصير زي رجلي علشان كده اي انثى واللي بيبقى كده هو الامر اللي بيتدبس شباب مقاس رجلها اسمع
بقت رجلها 39 بقت نمرتين وتصير عبد العزيز، وش تحسين فيه انت؟ اي انوثه؟ انوثه ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ لازم تكون بس انطمي. ولا كنت انطمي شفت كيف؟ اسكت اسكت خلص بكفي لف على الفاضي. ولما الراب طيب بعثوا لها شيء شباب يا شباب اول واحد ياكل منه انا. شلون انا شفتي مكرونه؟ يا شفتي المكرونه؟ شو قلنا؟ شو قلنا لك اليوم؟ ام بربور. ايه ام بربور ذنبها مغفور. يا يحيى بس مجيره. وانت مثل ما قال ابن خالتي غازي بوجه له تحيه كبيره. انت ام يا ما اي سا 500 تايم. اي انا ملاكي بالفنا ما ابرد وجهك. عن جد مو طبيعيه. يا بعدين شيل السفره اللي حطت عندي. شيل السفره اللي معلقه. المدورية خلصنا غدا. والله والجبدي اثرها شوي طويل. جبدي غزنا. اخ يا ميش اخ. والله انتم متحيرين بحالكم انتم عارفين لا تصيروا بنات ولا انتم عارفين تصيروا شباب. الا يسمعوا كلامي بس يجيبوا لنا غير اربع دانسر بس. ايش لهم؟ ولا طبعا احنا ولا اسمع ما نبغى ما نبغى ثلاث اربع اسمع ما نبغى اربع نبغى ثنتين. اسمع اسمع يجيبوا لنا ثنتين دانسر اوكي وثلاث حبات شورما وصحنين سلطه. هيك نكون خالصين وشوية فلافل إذا لا أيوة You are out of my life دلوقتي أنا بتكلم على البوكيمونات أنت بوكيمون؟ مش قلت لك دائما تدخلي عصك في شيء ما يخصك ليه كده؟ اللي بيدخل بين البصلة وقشرتها ما بلومه غير يا حتى وأنا كده مش بخصص لك لازم أتكلم مش قدام الكاميرا طب ما تبقاش عبيط عشان ما اقومش اضرب خلاص يا ماما شيلي اللي حطيته وخلصنا غدا اسمع لهم فينش فينش دلانش الناس مالهم شيلي لاخر مره اسال اقول الناس مالهم الناس مالهم تفاحه اي لاف يو بس كسرت ليه؟ دي انا عايز الجوابات والدباديب الدباديب تجي لي يلا 20 جنيه اللي كنت واخدها سيدي خلاص 20 جنيه اللي كنت واخدها والدباديب خلصنا غدا يحيى ما تبصش هناك قول قول الدباديب هلا بخليها حبيبي او مصالح قول لهم ايه كنت قول لهم اخان تشيل اللي عليها ايه كان واحد انت واحد اخان لازم عيب عليك اخان لا انا بكلمك بس انا المشكله خلصنا زي الاطفال احكوا لهم هذول عشان ما طب انا كنت بكلم مع حد اسمع اسمعي انا كنت بكلم مع حد جالي هذا كان والله مش قادر يقتل مين؟ لا بس هذا كلمة قولي لي قول لك عبد العزيز تقعد عليه ولا تلف حواليه؟ كثير بشيلك وانت ما بتحترمش نفسك من يوم قبل فضلك يعني بالجزمة؟ لازم تفهمي كل شيء يعني؟ لا لا مش كويس تفهمي كذا عاد انت ما تصدقي تحبي الاشياء اللي زي كذا لا يا جليلة الحياة انطمي انطمي هو ازاي بيعرف ايه يقول نيفر انزل انزل بس اسمع لازم تقولها بعنف اخوان قولها بعنف اخوان اي لايك لا انت يا وين انا مش مش هرجع بتمثل علي ابغاها بيور انت يا وين بتحمم ايش فيك هبله واد 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 ايش فيك اصلا عيالك انا انطم And then you kept falling asleep. ايوه يعني then you kept sleeping. ودي يا عبد العزيز. عيش. عيش عيش ومطلع لها الماركه بعد مطلع لها الماركه عزو عزو انت عارفه انه هو عزو عزو تعالي انتم 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 قومي شيلي اللي حطيته على رقبتك انتم قولي له انتم ايش اسم امك؟ اسمها ايش اسم مامتك؟ امك قولي والله يا ربي غريب غريب عجيب مدرسه موقفني ومتنرفز بيقول لي اسم ام عنتره ابن شداد اسمها ايه؟ قلت له اسمها نرمين والله العظيم لا 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 اسمها رب والله رب مين هو؟ بدنا مدرس عربي ما اشتغلك حميدي اه ما اسم ام عنتره ابن شداد بس ولا كلمه داخل لي على طول انا مش عارف اسم امها